من مدينة كوفنتري البريطانية ينضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. سيد رامي أهلا بك، كيف يبدو المشهد في الشمال السوري في ضوء التحركات التركية وكذلك المضادة من قبل روسيا وجيش النظام؟ نعم طبعا صباح الخير، هناك مخاوف حقيقة الأمر لدى سكان تلك المناطق من عملية عسكرية تركية قد تنطلق بأي لحظة واقعيا بعد أن انطلقت إعلاميا منذ أسبوع على لسان رجب طيب أردوغان. القوات التركية أيضا أدخلت قوات أرتال إلى منطقة طل أبيض خلال أقل من أسبوع، ثلاثة أرتال تركية دخلت إلى طل أبيض. الآن الفصائل الموالية لتركيا والعاملة تحت الأمر التركية كفرقة الحمزة فيلق الرحمن الذي كان يقاتل بدمشق وباع دمشق باتفاقية روسية تركية، وأيضا السلطان مراد وأحرار الشرقية جيش الشرقية سليمان شاه الفرقة التاسعة وفصائل أخرى منضوية تحت ما يعرف الجيش الوطني الموالي لتركيا. هذه الفصائل تركت مناطق درع الفرات واتجهت باتجاه مناطق نبع الدم أو نبع السلام الذي يسمها الأتراك في إطار تحضير لعملية عسكرية من أجل السيطرة على طريق الإنفور الشرقي بعد أن لم تفي تركيا بوعودها لروسيا بإعادة طريق الإنفور الغربي وهو طريق حلب اللاذقية للعمل في أواخر العام 2019. ولكن نقطة مهمة، أردوغان كان قد وعد في العام 2018 بالسيطرة على ترنفعت. ترنفعت يوجد فيها أكراد مشردين من عفرين، يوجد فيها ميليشيات تابعة لإيران، يوجد فيها روس. لماذا لم يتجرأ أردوغان وينفذ عملية في تلك المنطقة ونقل قواته إلى مناطق شرق الفرات بحثاً عن انتصار في تلك المنطقة من الأراضي السورية؟ اليوم هل ستكون عملية عسكرية؟ حقيقة الأمر لا أحد يعلم، لأن أمريكا وعدت قوات سوريا الديمقراطية بأنها حذرت الأتراك من عملية عسكرية. هل في لقاء يعني بايدن أردوغان رسالة إلى ما يجري في سوريا؟ أردوغان يتحدث بأنه يحارب الإرهابيين، وأيضا أردوغان وعد فلاديمير بوتين في العام 2019 بأنه سيقضي على الإرهابيين بين المزدوجين المتواجدين في إدلب وريف اللاذقية الشمال الشرقي الذين وجه هيئة تحرير الشام لمحاربتهم. لذلك الأمور مختلطة، ولكن المخاوف كبيرة لدى المدنيين المشردين أصلا المتواجدين في مناطق شرق الفرات. لكن هذه التحركات هل توحي بجدية في الموقف التركي؟ بمعنى هل يمكن توقع انطلاق معركة عسكرية كبيرة في أي لحظة، أم أنها تحركات رمزية ربما تهدف إلى الضغط للوصول إلى اتفاق أو مواقف بين هذه الأطراف؟ قد يكون ضغط من أردوغان، ولكن نحن تعودنا على أردوغان بأنه يقول الشيء وفي اليوم التالي يفعل عكسه، مثل ما فعل بأمور كثيرة داخل الأراضي السورية عداك على الأمور الدولية. ولكن لماذا أرسلت كل هذه القوات إلى تلك المنطقة؟ وأيضا هل سحب مرتزقته من ليبيا وجاء بهم إلى هنا؟ هو لديه يعني عدد كبير من المرتزقة، كل هذه الفصائل التي نتحدث عنها كانت قد أرسلت مرتزقة إلى ليبيا وأذربيجان وهم يعملون تحت أمرة المخابرات التركية بشكل كامل. إذا ما أعطتهم الأوامر سوف ينفذون عملية عسكرية ويقتل من يقتل، لا يهمهم الأمر. شكرا جزيلا لك من كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.